بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد تقدم في الحلقة السابقة أن تناولنا بعض الأحكام المستفادة من هذه الآيات، ووقفنا عند قوله: وما ملكت أيمانكم. فيؤخذ من هذا وجوب الإنفاق على العبد المملوك وعلى الدابة المملوكة للإنسان، لأنه يستفيد من هؤلاء المماليك بالعمل والتصرف، فيحتاجون إلى النفقة، فهو المكلف بالإنفاق عليهم. وفوق الإنفاق عليهم يحسن إليهم، لأن الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم، أي وأحسنوا فيما ملكت أيمانكم من العبيد والدواب إحسانا. وذلك بمراعاة مصالحها وعدم الإضرار بها، فلا تحمل ما لا تطيق، ولا تهمل وتعرض لما يضرها، وإنما يرفق بها ويراعيها. وإذا كانت الدابة لها ولد فلا يحلب لبنها كله ويترك ولدها الذي ترضعه، كل هذا من الإحسان بالحيوان. بل يتعدى هذا إلى سائر الحيوانات ولو لم تكن ملكا له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وسقت امرأة كلبا يلهث من العطش، فشكر الله لها ذلك وغفر لها. وعذب الله امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويؤخذ من قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يؤخذ من ذلك تحريم الكبر، لأن الاختيال هو الكبر، والافتخار هو مدح النفس، تزكية النفس، فإن هذا من الافتخار. كذلك التمنن على الناس، فإن هذا من الافتخار المحرم. والواجب على المسلم التواضع، والواجب على المسلم أن لا يزكي نفسه. ويؤخذ من هذه من قوله تعالى: إن الله لا يحب، أن الله جل وعلا يحب ويكره، يحب أهل الإيمان ويكره أهل الكفر، يحب أهل الطاعة ويكره أهل المعصية. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فيفهم من هذا أنه جل وعلا يحب التواضع،
ويحب أن يكون الإنسان لين الجانب مع الناس. ويؤخذ من قوله تعالى الذين يبخلون ذم البخل، أي أن الله لا يحب الذين يبخلون، فيؤخذ منها ذم البخل. والبخل هو أن يمنع ما أوجب الله عليه، أن يمنع ما أوجب الله عليه من إخراج الزكاة والإنفاق على من تلزمه نفقتهم، وكذلك الإنفاق المستحب، الصدقات والتبرعات، فإن الله جواد يحب الجود سبحانه وتعالى، وهو يعطي المنفقين ويخلف عليهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث أنفق ينفق عليك، ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك. وكذلك يؤخذ من قوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل أن الله جل وعلا لا يحب الذين يأمرون الناس بالبخل في الإنفاق فيما يشرع فيه الإنفاق. فهؤلاء جمعوا بين مساءتين، مساءة الأولى أنهم يبخلونهم، المساءة الثانية أنهم يأمرون الناس بالبخل. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي حث الناس على الإنفاق في وجوه الخير. ويؤخذ من قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، أن الله جل وعلا يعذب الذين لا يشكرون نعمه جل وعلا ويكفرون النعم، لأن الواجب على من رزقه الله أن يشكر نعمة الله ويعترف لله بالفضل، وأن لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم النعمة إن عذابي لشديد، قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. ومن شكرها النعمة أن الله أنه ينفق منها على المحتاجين. ويؤخذ من قوله تعالى عذابا أليما شدة عذاب الكافرين بالله والكافرين بنعم الله، والأليم هو المؤلم، فإن الله أعد للكافرين به وبنعمه عذابا أليما، ليس عذابا خفيفا وإنما هو عذاب أليم. فهذا مما يحذر المسلم من الكفران بالله عز وجل وبنعمه. وهذا كما في قوله في الآية الأخرى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.